الذي ينبغي على المسلم في مثل حديث داووا مرضاكم بالصدقة، وكذلك ما ذكر من الآثار المترتبة على الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وكذلك قول هود لقومه عاد ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، أن يجعل المسلم مثل هذه العبادات لله عز وجل. لكن لو أنه أراد بذلك أن يحصل له هذا الأثر، والصدقة لله عز وجل، الصدقة لله عز وجل، لكنه لم يستحضر إلا الثمار المترتبة على هذا العمل، فإنها صدقة مقبولة، لأن هذا الأثر عن هذا العمل ولو كان أثرا دنيويا ذكره الشرع، وما أتى به الشرع من الآثار المترتبة فإنه يكون تابعا ولا يكون محرما. لكن التوسع هذا هو الذي يجب أن يسد بابه، ما أتى به النص من أثر يترتب على هذا العمل فلا إشكال في ذلك أن يقصد هذا الأثر، لأنه من حيث الأصل لو سألته الصدقة لمن سيقول الصدقة لله، ولكن أريد هذا الأثر، لكن لا يكون الباب مفتوحا. مثل بعض الناس يقول أنا أستغفر الله من أجل كذا ومن أجل كذا، أو أسبح الله من أجل كذا، انفتح الباب فصار الهم من أجل هذا الأثر. لا، لتكن همتك عالية وهي حصول الأجر من الله، وإذا كانت هذه نية تابع فاعلم بأن هذا الأثر سيأتي لأنه تابع لهذا العمل. وبالتالي فنحن نقول لا تقصد هذه الأشياء من حيث الأساس مجردة، إن قصدت بها فلتقصد بها ما دلت عليه النصوص الشرعية كحديث داووا مرضاكم بالصدقة، ما عداها فليقف المسلم.